Stop it. Get some help. السلام عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم جميع المشتريات اللي كتخديتها من المغرب وجبتها معايا هنا لكوريا. يلا ندوزوا لا فيديو. اول حاجة غادي نبداو بها هي هاد الحاجة. هادي حاجة مهمة 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 بزاف للمغاربة، وهي طاجين. جايبة معايا ثلاثة ديال الطواجن، كاين هذا هو الاول وهذا ثاني. طاجين صغيور ضروري يا اختي، ضروري من الطاجين الصغيور. ثاني حاجة تريزا. كيوت بزاف، المهم كي جيتكم نحل معاكم شنو جبت. كاين هادو رغد، هذا مينك. ويلي 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 ويلي، شوفوا شوفوا A few moments later. زعما ملاصقين ملاصق. ويلي على ويلي ويلي ويلي، الحمد لله بعدا ما تهرسوش. ناني لا تهرسو تشدني جلطة. المهم هذا كادو من عند الوالدة. الحاجة الأخرى وهي تادام، هذه حتى هي حاجة ضرورية، أي مغربية مشات على برا ضروري ما تكون عندها هاد الحاجة هادي. وغادي نحلو معاكم ونشوفو. الكيسان يا أختي، الكيسان ضروري ضروري. أول جايبة معايا هاد النوع، هذا فيهم ستة ديال الكيسان. الحمد لله بعد ما تهرس حتى شي حاجة، ما تهرسش باقي، هو هذاك باقي مزيان. المهم وندوزو الحاجة المهمة الأخرى، غير براد براد عادي، البراد ضروري حتى هو من البراد، ما كاينش شي مغربي ولا مغربية ما عندهمش البراد. هاد البراد هذا راه قديم، راه كان ديال جدي الله يرحمه. شوفوها شوفوها، راه غير سرقتو للوالدة وجبتو معايا. أو جبت معايا غرفت، كل كي جيب معايا الغرف ديال الميكا، جبت معايا غرف ديال الميكا تا هو سرقتو للوالدة. This is life. ضروري شي من السرقة ونجيبو معانا شي حوايج ما يطيحوش على البال. أول حاجة اللي غادي نوريكم، أول حاجة كاينة الفوق كاع في الصاك، وهي طبلة صغيرة. فخبركم الطبلة دي راه قديمة، يمكن قديمة ما عقلتش، المهم ما عرفتش. الله كتعطي من ريحة الخشب. المهم طبلة صغيرة جايبها معايا من هنا. شتو شتو المغاربة راه عالم. وندوزو للحاجة الأخرى اللي جايبها معايا، وهي اوف كورس ري تهرسات، ماشي مشكل غتبقى غتبقى. الله لا ريحت بها بالله. ومعايا الأخرى الحمد لله بعد الأخرى مازال هي هاديك. وما نساوش هادي حتى هي جبتها معايا، اوف كورس حقنا ديال الصفيقه يا اختي، حقنا ديال ويلي، حتى حنا ما عليناش الله، حتى حنا ضروري. وجبت معايا تصلي صغيرة لبنتي حتى هي باش نعلمها تصلي. تريزا واحدة اخرى ياك، بعدا حنا في الجريها ديالنا كنسميوها تريزا، نتوما شنو كتسميوها؟ هادي ويلي ويلي الجمال وداكش. ندوزو للحاجة الأخرى واللي هي جبت معايا الطليق. يا زعمان حتى هي حاجة مهمة بزاف، الكوكوت. الكوكوت يا أختي. والحاجة الأخرى عاوتاني اللي غادي نشارك معاكم اللي غنشوفو، هادي يمكن غير كيدار فيها الكحل، فيها الكحل الداخل. سواك سواك، هادي خاوية يعني من دير فيها الكحل وكتسدها. فوالا نيت جات مع الكحل. حاجة واحدة أخرى مهمة بزاف اللي حتى هي المغاربة ما يقدروش يستغناو عليها، يا
ما يقدروش يستغناو عليها، حاجة ضرورية ضرورية. وفين ما مشيتي اي دار مغربية هتلقى عندهم هاد الحاجة هادي، وهي عرفتي شنو هذا؟ هذا هو الصابون البلدي. مهم مهم، تقريبا الأغلبية ديال الحوايج تهرسو. هادي محبوبة المغاربة حتى هي، بيروندينا سكت طلع صايت. حاجة أخرى اللي جبت معايا وهي التمر، ما عرفت شنو كيسميوه، المهم هذا هو اللي جبت معايا. عزيز عليا هذا النوع ديال التمر بزاف. زدت معايا الباكس هذا ديال التمر. شختي ضروري ما تلقايش هذا التمر، هذا النوع ديال التمر هنايا تلقايه، ولكن كيكون غالي بزاف بزاف بزاف، دونك جبته معايا. والحاجه الاخرى عاوتاني اللي جبت معايا وهي فلاش المسكه. عرفتوا علاش؟ حيت المسكه كاع اللي كاينه هنايا فيها الحلوف. الله على ريحه، عرفتي توحشت المغرب؟ راه غير البارح، يلاه البارح اللي وصلت وتوحشته. غير نبكي ليكم، مكاينش واحد من بلادك صراحه. جبت معايا الحلوه، عرفتي هادي ما عرفتش شنو سميتها. المهم جبت معايا جبت معايا هاد الحلوه هادي، تا واخا شويه تبل عصات من هنايا ولكن ماشي مشكل. الحاجه اللي وقعت فيا بزاف هي هاد الحلوه هادي، عرفتي الدعسات، الدعسات كامله. شفتو شفتو في العصات كاملة. الحاجة الأخرى المهمة بزاف واللي كاع المغاربة ضروري ما تكون عندهم، اللي هي ريحة العطار. وهي العطرية، ضروري من العطرية. جبت معايا كلشي، جبت معايا جولي حتى هو. انا عزيز عليا الطون هذا، ما عرفتش نتوما تقريبا الاغلبيه ديال لي ساندويتش ديال الطون كيستعملوا فيها هاد جولي هادي. الحاجه الاخرى اللي جبت معايا وهي الكيس هذا ديال الظهر. علاش؟ حيت ما كتلقاي حتى شي واحد اللي يحك لك ظهرك، وجبت معايا ديال الظهر. البنات هذا اللي بغات تمشي لبرا ضروري تدي معايا هاد الحوايج هادو اللي وريتكم، راه ما تلقايهمش. جبت معايا الكيس، هاد الكيس هذا حتى هو جبت معايا اتاي، حتى هو ضروري اتاي. جات تعمري اتاي ديال ام باسل، جبت معايا اتاي. هاد النوع هذا ما جديد يمكن، وغادي نجربو كيفاش داير، واش زوين ولا لا. وزيد عليها جبت اتاي جوج وحدين صغار جبتهم معايا. والحاجه الاخرى اللي جبت معايا حتى هي طفل العصات، اللي هي فلو. جبتو مخلط ديال الشوكولات، ديال الفريز، وديال الكراميل حتى هو جبتو معايا. وشنو جبت معايا اخر؟ جبت معايا شكون يعرف شنو هي هادي؟ وين جبت معايا هادي؟ قولوا لي في لي كومونتير شنو هي. نسيت شنو هي هادي. الله على ريحه تيميجه، شكون اللي كيعرف تيميجه؟ معايا هذا، شكون اللي يعرف شنو هو هذا؟ هذا هو سلو، حنا كنقولوا ليه سلو، ما عرفتش الناس الاخرين شنو كيسميوه. هذا غير ديال كتخلطو يمكن بسميتو بالزيت ولا الزبده. هذا الحاجه الاخرى عاوتاني اللي جبت، وهي جبت معايا سلو الاخر داك السير. تشوفوا شتو ما كيحافظوش في المطر صراحه، حتى انا ما قديت ليه، غخ خشيتو هكاك وخليته. المهم تهرسات داكشي باش تدلع عليا. شكون اللي عرف هاد الحاجات؟ هادي اختي الصغيره اللي شراتها ليا، قلت لي كادو. شفتو هادي هي داك الشيبس اللي كتلوحها في الزيت السخونه وبالزربه كتطلع، هي هادي. وجبت معايا عاوتاني الحنه كاينه هادي، شي اربعه د البطاط تقريبا، وحده اخرى حتى هي تحلات ولكن ما تزلعات. والحاجه اخرى حتى هي اللي جبت معايا وهي إلزا، ضروري منها صراحة، ضروري منها. وجبت معايا هاد الإلزا هادي، هاد حتى هي تخربشات. وجبت معايا الغسول، الغسول يا اختي عرفتي علاش؟ هذا ديال الوجه، نقاد واحد الماسك عزيز عليا ملي كنت في المغرب كنت كنديرو. وجبت معايا عاوتاني المظهر، هادي لحدا كي تبغي تنصايب شي حاجة. الحاجة الأخرى اللي جبت معايا هي، جبت معايا لي باردين نقيش.
بعد كيفاش ما حيدوهمش ليا في المطر وين جبت معايا الماري ديال النقيش هادي التودرات خصني نقلب عليها عاوتاني العطريه زدت وحدين اخرين هادي وحده ديال الحوت وحده ديال الشاورما حتى هي جبت معايا تخليطات وجبت معايا هادي حبه حلاوه والنافع يمكن حتى هما جبتهم معايا وهادي جبت معايا حتى هي الخزامه جبتها ضروريه من الخزامه جبت معايا هذا القرنفل ما عرفتش واش كيبيعوه هنايا ولا لا المهم انا جبت معايا شويه وتنور ديال الزعفران المورد جبت معايا ثلاثه كبار قراعي كبار ما عرفتش واش تكفوني ولا لا جبت معايا هاد عصا موسى هذا واحد النبته كدار للشعر ما عقلتش على سميتها وكان كتكون في الجبل ضروري جبت معايا شي ديال الزيف ديال المغرب واخا كاين هنا الزيف كنلقاه في المارشي ولكن ضروري ما نجي معايا شي حاجه ديال البلاد باش نذوقو هادي عاوتاني الحنه مع سميتو مع الا بان لكم هنايا هاد الصغير هذا هو الكحل وجبت معايا ما عرفش هذا سميتو بالعربيه ولكن حنا كنقولوا ليه عجوشني بالشيحه عجوشني شكون يعرف شنو هذا وهذا اللي عارف يخلي لي السميه في الكومونتير يلا نشوفوا واش كتعرفوا شي حاجه على الثقافه المغربيه اولا هذه حاجه مهمه بزاف تنصح اي واحد باغي يجي هنا لكوريا يجيبها معاه لا بنات لا دراري جيبوا معاكم ديودون انا جبت معايا هاد لي ديودون هادو جبت معايا اربعه يا ربي كفيوني ويشيطو شي شويه حيتاش لي ديودون هنايا ماشي ما قاصحينش فيهم ديك الريحه ما قاصحاش بزاف بحال هادي عندهم حاجه اخرى اللي ما طحت لكم على الباب جبتها معايا وهي تقادو معايا دخلوا ديروا لي سبسكرايب وخليوا لي واحد الكومونتير ها نشوفوا ها احضيو ونجيكم الصراحه تقدوا معنا شي شويه الله يرحم لكم بها الوالدين المهم غا ضحكي جايبه معايا هاد جوج قزديرات هادو ديال طاجين جبت معايا دابا قزيط الطاجين فوالا وهذا كادو لبنتي الصغيره عطاتو ليا الوالده اللي هما طوينغات ديال النقره كي زوينين وجبت معايا هما حاجه ضروريه هما القصص ديال العربيه باش وليداتنا حتى هما يتعلموا العربيه ضروري من العربيه وضروري من المغربيه حيتاش حتى هما مغاربه وعرب وامازيغ ياك باش الا بغاو يرجعوا يعيشوا اختي في المغرب يلقاوها بعدا باش يهضروا ماشي تيكبروا بدا يقول لك ما علمتينيش ما درتيش ما فعلتيش ليا دونك ضروري من العربيه تعلموها لوليداتكم وجبت معايا هادو حتى هما المهم جبت معايا وحده كبيره وحده صغيره باش نعلق فيهم السويرتات وجبت معايا حتى البليغات هادو ضروريين